احترام التدريسيين، التدريسيين احترام احترام له، لأن هو يعني مقابلة. وبنفس الوقت نحن نطلب من التدريسيين أيضا بديل العمل للطلاب، هذا يصيرون في برا العمل ويصيرون في داخل ما يقوم عليه. وبالتأكيد هم هذول أعمال تبعنا هذول أبنائنا يعني. يلا نورت بقدوم النبي محمد صلى الله عليه تمت زيارة عدد من المدارس في محافظة نينوى مركز مدينة الموصل للاطلاع على واقع هذه المدارس من حيث الأبنية المدرسية ومن حيث المستلزمات التربوية والملاكات، وتم حل عدد من الإشكالات الموجودة في هذه المدارس، وإن شاء الله نتواصل من أجل خدمة أهلنا في محافظة نينوى. أغلب المعوقات هي نقص في المستلزمات التربوية إضافة إلى نقص الملاكات الموجود في هذه المدارس، وإن شاء الله نحل هذه المشكلة بالتعاون مع الإشرافين التربوي الاختصاصي. بالتأكيد نحن لنا جدول زيارات يومية على جميع المدارس في مركز مدينة الموصل وخارجها. تشرفت إدارة مدرسة عبد الله بن جابر البنين بزيارة السيد المدير العام إلى المدرسة، واطلع سيادتي على الواقع التربوي والتعليمي في المدرسة، وتم عرض بعض المشكلات التي تتعلق بالملاك والأعداد الكثيرة داخل الصف الواحد، وتفضل السيد المدير العام بحل بعض المشكلات اللي قدر يحلها، ونأمل من السيد المدير العام والإشراف التربوي أن يراعون الملاكات اللي بقت داخل المدارس بعد التسوية الأخيرة. أحمد شخير هليل مدير مدرسة عبد الله بن جابر البنين.